مشكل ديال الفيتامين دي الان هو حاصل خصوصا عند النساء. فيتامين دي كيرتبط بالكالسيوم والفيتامين كالسيفيرول ولا كالسيتونين، هادو هادي هو هرمون. هذا الفيتامين دي 3 كاين دي 2 كاين داء 2 حاليا في الصيدليه الطبيب كيوصف داء 3 ولا داء 2 ولكن داء 3 احسن. هاد الداء 3 فيتامين دي 3 هو موجود في زيت السمك. الناس اللي كياكلوا السمك ما عندهمش مشكل، ثم ان الجسم يمثل كيصنع هذا الفيتامين دي من الضوء ديال الشمس، ولكن اللي كيزيد يساعد على تمثيل الفيتامين دي هما المضادات للاكسده اللي كياخذوا الناس، هذوك الفلافونويدات والبوليفينولات اللي كاينين في زيت الزيتون، اللي كاينين في برقوق الكحل، اللي كاينين في القرعه الحمراء، اللي كاينين في الباربا، اللي كاين جميع الخضار والفواكه كلهم فيهم فلافونويدات. ملي كناخذوا الفلافونويدات الا السمك توفر ولا لا كاين ولا ما بغاوش ياكلوه ماشي مشكل، ولكن الا الناس خذوا فلافونويدات بكثره كيزيد الجسم يصنع فيتامين دي بكثره. ملي كتكون فيتامين دي كيكون الميتابوليزم الكالسيوم جيد، كاينش نقص هنا، خص يكون فوق 70 فوق 72 يعني لهذا. كاينين الناس دابا خدامين ب 15 وب 20 يعني منخفض جدا خصوصي عند النساء، ولكن عند سن المراهقه لا اظن انه يكون مشكل. بدا دابا لان الامريكيين الان مشاو بعيد في هذا المشكل ديال الفيتامين دي، لان ولا ظاهر في المجتمع ولا مشكل كبير، لان فيتامين دي هو المناعه، هو السرطان، هو السكري، ماشي غير هشاشه العظام. لان الناس كيسمع فيتامين دي كالسيوم واجد، ماشي غير هشاشه العظام، هو السكري كيحبس، هو النظام الهرموني والسكري والمناعه ديال الجسم، وكيكون ناقص عند الناس اللي عندهم الاسهالات المزمنه بحال كرون، بحال الار سي اش والكرون. هادو اللي عندهم مرض كرون عندهم فيتامين دي ناقص. علاش؟ لان كيكونوا عندهم اسهالات وكيضيعوا هاد يعني كاع الاملاح كيضيعوها، لذلك خص يكون واحد ريستيتيوسيون، خصهم يعاودوا يعوضوا هذوك الاملاح اللي ضاعوا بتناول اشياء غنيه من السمك، من قطاني، من فواكه. هذه فواكه الجافه هي كذلك جيده. ليس هناك مشكل ديال الفيتامين دي الا العوامل التي اللي كتخلي الجسم ما يصنعش هذا الفيتامين دي ولا اللي كتضيع الفيتامين دي في الجسم. هي الامريكيين كما قلت مشاو بعيد، انا رجعوا للدبدبات، ان الناس اللي ساكنين قرب من واحد التيار الكهربائي ديال التردد العالي اللي هو الطونسيون، والناس اللي ساكنين حدا لي ريزو قرب من الريزو بزاف تحت منهم ولا قرب ليهم كثير، حتى البورطابلات الناس كيتكلموا 24 ساعه بالبورطابل طبعا يعني حتى التليفون الناس يحاولوا يرشدوا. احنا ما كنقولوش الناس ما تهضروش، نعم يهضروا، ولكن كاين اللي كيستهلك اكثر من 6 سوايع في النهار في البورطابل هنا غيكون عنده مشكل. علاش؟ لان هذوك الذبذبات هذوك لي زوند تيخليو ذاك الكالسيوم يولي يونيزي سي ا بلس بلس. ملي كيتيونيز الكالسيوم كيضيع مع البول، شرف الله وقدر السامعين. طبعا الجسم كيضطر ياخذه من العظم. يعني هنا كيولي واحد المشكل، يعني ما نقدروش ندخلوا في يعني في التفاصيل، يعني كاين الابحاث يعني تفاصيل عندنا ويعني تفاصيل عميقه جدا. اللي المغرب باقي في واحد المستوى جيد الى حد الان، باقي عندنا مشكل جيد خصوصا الناس ديال الباديه، ولكن النساء في المدينه عندهم مشكل ديال الفيتامين دي، يعني على الاقل يطلبوا التحليله. دابا كاين ملي كيطلبوا التحليله ما كيطلبوش الفيتامين دي، والاطباء خصهم يبقاو يطلبوا التحليله ديال الفيتامين دي. لان علاش؟ لان الفيتامين دي كيحبس على الجسم امراض، الا كان ناقص الجسم غادي يصاب بامراض السرطان، السكري، بهذه الاشياء هذه. اكثر من ذلك، المراه الحامل الا كان عندها نقص في الفيتامين دي ما كتولدش عاديه، كتولد بالعمليه القيصريه. علاش؟ لان العضله ديال الرحم خاصها الكالسيوم، خاصها. فهنا وكنلاحظوا على ان كثير من النساء الان كيولدوا بالجراحه، ماشي جراحه عاديه، لان يعني جراحه عاديه اللي كتساعد مرات ولا جراحه ديال العمليه الكبيره هذا هنا. فالاطفال هذا سن المراهقه رجع لواحد المشكل مهم جدا عند البنيات. البنيات كاينين اللي كيجيهم هذه الدوره الشهريه بالام شديده. وكاين اللي كتولي عندها واحد خلل، واحد الدوره ديالها ماشي هي هذيك، غير منتظمه. اما كتجيها مرتين، اما كتجيهاش، اما كتمشي وتجي. هنا خصوص البنيات اللي عندهم الم شديد، هنا خصهم يعرفوا بان الجسم فيزيولوجيا فيها خلل. ملي كتكون خلل في الدوره الشهريه، المراه عندها خلل في الفيزيولوجيا ديالها، هذه اكيد يعني. وملي كيكون خلل هرموني يوقع خلل اخر على مستوى بعض الوظائف، هنا كيولي مشكل. هاد البنيات اللي عندهم هاد الالم هذا، الحل هو انهم خصهم يكون
كيكونوا غالبا هادو اللي عندهم الالم واللي عندهم الدوره متلخبطه كيكونوا يعيشوا على الحلويات وكيكثروا من الاجبان واللحوم. الا كثروا من الاجبان واللحوم والحلويات الدوره ديالهم كتمشي. انا كنقول كثروا يعني ممكن ياكلوا ولكن ما يكثروش يعني بتحفظ. نعم بتحفظ. فهنا هاد البنيات هادو من الاحسن قبل الامهات ديالهم يردوا البال واحد الاسبوع قبل ما تجي هاد الدوره الشهريه تردها نباتيه، ترجع البنت نباتيه. ولا الحاله ماشي كلشي البنات كيجيهم بالالم، ولكن البنات اللي عندهم الالم في الدوره الشهريه يحاولوا يغلبوا النبات على اللحوم، وملي تقرب تجي تكون نباتيه على الاقل واحد خمس ايام، ثم اثناء هذيك ملي كتبقى لها 24 ساعه كتبدا تحس بهذاك الالم كتناول الكرفس. كنا تكلمنا عليه. نعم من الاشياء اللي تكلمنا عليها يعني من المزايا ديال الكرفس، تاخذ كرفس بحال سلطه كتاكلوا تقطعوا وتاكلوا، ولا ديروا شربه طبخوا في الماء الطحن وديروا شربه، ولا ديروا عصير الا كان قدرت عليه لانه المذاق ديالو شويه قوي جدا. تاخذ الكرفس في هذه الفتره هذه باش ما يكونوش هذوك الالام، يخفف الالام. نعم لانه هو مهدئ لهذا الالام ديال الانقباضات ديال الرحم. اذا دكتور نرجعوا للاخت فدوى، قالت لك بان الاخت ديالها كتناول طول اليوم غير نعم هذا الفواكه الجافه. نعم واش يعني كيأثر عليها؟ نعم هذه الباقي الان الحل ديالها ما كاينش، وقعت في اوروبا وفي امريكا دابا وصلوا لنا هذه الاشياء، وصلت لنا ان اللي كنسميوه هذاك الشخص اللي كيبغي غير واحد الماده ماشي كيبغي دابا، يمكن حيت ما عندهاش الوقت قالت لك باش تجلس فوق المائده وتناول. لا لا لا, لا, لا نفسي حاله نفسيه، هذه حاله نفسيه كي ان الشخص كيولي ياكل واحد الحاجه وصافي كيبكي هكا كياكلها غير هي. هذا يعني هي امر بسيط جدا، هو غير قضيه نفسيه صافي. خص هاد البنت هذه خصها تريح، لا غير تجلس للاكل راه غتاكل صافي. غير تجلس دابا غير هي كتجلس كتاخذ الاشياء اللي ممكن تاخذهم في الدولة ديرهم في جيبها ولا ديرهم يعني ما عندهاش الوقت. نعم لا ولكن هذا ليس حل، الناس ما عندهمش الوقت، واحد ما عنده الوقت. هذا ليس مبرر، ولكن هذا ممكن السلوك ديالها يتغير. هذه السيده هذه ممكن ما عرفش العمر ديالها شحال، ولكن مراهقه خص السلوك ديالها يتغير، خص والديها يساعدوها على هذا السلوك، خص امها تشدها. هنا يعني كتكون البنت هي راه مزروبه على والو، يعني غير الداخل في دماغها راه عندها شعر، هي راه ما عندها والو. شدها امها تشدها وتريح واحد خمسه دقائق حتى تاكل، وما تغوت عليه ما والو، بالعكس خصها تضحك معها وهذاك الشيء حتى تاكل. وغادي تعود واحد شهرين ثلاثه راه غتحيد منها هذه العاده هذه. علاش؟ لان غادي لا غادي يبدا ينقصها بعض المكونات، غادي ينقصها بعض المكونات خصوص الالياف الخشبيه اللي غادي ينقصوا هذه البنت هذه، وبعض المضادات الاكثر نعم اللي غادي تكون هزيله ولا غتكون اشياء عندها فعلا، وهذا يعني خطير جدا. اذا دكتور معنا مكالمه على الخط نحررها. الو السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم. هذه ايمان من الرباط. اهلا ايمان، انت ايضا صديقه البرنامج. اهلا الله يخليك لاله، اش اخباركم؟ وكنشكركم بزاف على هذه المعلومات اللي كتعطيونا. بغيت غير نفسر على واحد الحاجه. حنا كنعرفوا بان المراهقه هي مرحله انتقاليه من الطفوله للشباب، وكنعرفوا بان هذه المرحله كتزيد ان الشاب كتزيد عنده الطاقه الغذائيه كتزداد. نعم فعلا. وكنلاحظ واحد الحاجه بزاف بان المراهق في هذه الفتره كيمشي بزاف للمأكولات، الوجبات السريعه والمشروبات الغازيه اللي كتكون فيها بزاف ديال السكر وفيها بزاف ديال الدهون وبزاف ديال الملح، وكيبعد بزاف على الخضار والفواكه. نعم. وبغينا نعرفوا كيفاش هو الاساس ديال التغذيه، كيفاش يمكن لنا نساعدوه انه يكون عنده اساس تغذيه سليم، مع العلم ان الطفل المراهق يكون عنيد. ملي كتقول له ديال هذه الحاجه ما كيبغيش يدير داكشي اللي قال له راسو، يعني انا بغيت ناكل داكشي زنقه غناكل في زنقه. نعم. ما كيبغيش مثلا يجلس معك على الطبله وياكل مع الجماعه. نعم. كيقول لك انا زربان انا ما عنديش الوقت، لا عطيني نفس نمشي ناخذ واحد الحاجه لا راها صحيه. مع العلم ان ديك الوجبات السريعه كتاثر على النمو ديالو، ما كتساعدوش انه يكون عنده نمو سليم. نعم. وكتخليه دائما عنده ذاك ذاك اللونفي انه ياكل في الزنقه، ما ياكلش في الزنقه. كيقول لي تعود ورغبه. بغينا نعرفوا كيفاش نعلموه على التغذيه السليمه. نعم. بلا ما نبزوا عليه، يعني بطريقه لينه. لا بدون عنف. نعم لالا. شكرا ايمان. نعم اكيد. هذا نعم واحد الكلمه جات في التدخل ديال السيده جزاها الله خير، كلمه عنيد. نعم العناد. الطفل كيكون عنيد انا هذه علي لان التربيه، وهذه التربيه هي اللي كتقطع هذا العناد للطفل. هذا الطفل ماشي عنيد نعم، ولكن ملي غادي يولي 16 و18 صافي، لان العناد ديالو غادي يولي خطر عليه وعلى والديه. اما هو الطفل طبعه عنيد،
طبعه عنيد، وهذا العناد كيتزول من طفل في 3 سنوات و4 و6 و8 ماشي في 18. خاص الطفل اللي كيبكي لك على الحاجه وتعطيها ليه، ولا ما كيبغيش يدير شي حاجه، ولا ما كيبغيش يجلس، طبعا كتخليه. فهنا طبعا هذا العناد كيكبر معاه، ملي كيكبر معاه العناد كيدي حتى السيجاره، كيدي حتى التدخين، العناد ديالو كيدي حتى التدخين، يبدا يخرج مع اللي بغى هو. واخا رفقاء السوء، انت كتعرفي هذوك الاطفال بانهم ما مزيانينش، كتشوفي ولدك معاهم ما تقدرش تقول تفرق عليهم. علاش؟ لان هنا ما كيبقاش مشكل، يعني كتولي اشياء اخرى يعني. وربما يتزوج وما يخبرش والديه، كيمشي نعم كيمشي حتى لهذا الحد هذا. علاش؟ لان هنا فين كاين المشكل، ان العناد كيكبر مع الطفل من 3 سنوات، ملي كيوصل 16 ما كيبقاش عناد، كيولي يتحدى، كيتحدى باه، كيتحدى امه، ما واكلش ديك الماكله، وربما يقول كلام الام، خصوص الام، لما يعني كيقولش كلام البو، كيقول كلام الام. علاش؟ لان كيعرف الام حنينه وما غتضربوش وما فهمتي، هذاك الشيء علاه هو دائما كيجيب العناد ديالو على الام، ما كيجيبوش على الاب. ولذلك قلت انا في الحلقه السابقه ان التربيه موكوله للوالدين اثنين، الاب والام. فإلا ما تدخلش الاب والام، الاثنين يتدخلوا، لان كاين اشياء خاص الاب يتدخل، وكاين اشياء خاص الام تدخل، فخاصو يكون بيناتهم. هذه ما هذه هذه. فهنا ملي كيكون التربيه موكوله للام لوحدها، لان الاب ما مساليش او لانه ما قادرش، الاب ما كيكونش يريح مع ولاده، ملي كيجي اللي بغاوها كيشريها لهم، هذا خطا كبير، لان كيبغي يخفي ذاك بغي يعوضهم بذاك الحنان وذيك المسائل اللي ما قدرش عليها هو يعطيها لهم، كيبغي يعوضها لهم ماديا. هي لا تعوض ماديا، فلذلك يقول لك راه ليا الفلوس نمشي نتقدى، راه ليا الفلوس نمشي ناكل برا، ولا واحد الوقيته كيبدا يقول لك علاش ولدتيني. يعني اي شيء ممكن يقوله هذا الطفل، اي شيء ممكن يقول اي كلام. علاش؟ لان انا التربيه ماشي الغذائيه، نعم. علاش؟ لان علاش انا دخلت التغذيه في التربيه؟ لان علاش غنربيو هذا الولد ما ربيناهش على تغذيه ونظافه؟ اكيد تغذيه ونظافه، ما علاش غنربيو؟ فعلا. نعم، لان علاش غتربيه وهو باقي صغير؟ معناتها اللعب راه كيلعب، راه كيظل يلعب. وحتى ذاك اللاعب ما يكونش لاعب عنيف ولا فيه اشياء سيئه. النظافه نعلموه على النظافه، لان من بعد غادي يبدا الطفل يتوضا، غادي يبدا يصلي، ما عندناش معاه مشكل. لكن اللي خلينا هذا الطفل هكذا في عنادي، وكنحذرو من صغره 4 سنين نشريو ليه شي حاجه لانه ما بغاش ياكل في الدار، ولا لانه ما بغاش لينا مثلا القرعه مسلوقه، ولا ما بغاش لنا مثلا هذا القطاني مسلوقين، ما بغاش لنا السمك طيب، ما بغاش لنا المرقه، ما بغاش البلول. كاينين اطفال في الباديه ما كانوش كيبغوا الكسكس، كنا كنقولوا الطعام هذيك الساعه ما كانوش كيبغوا الكسكس، كيخليوهم والديهم كيخليوهم، كيقول لي صافي كاين الكسكس، ما كاينش الكسكس، ما عندي، ما نعطيك، ما يدخل عليه ما والو، تقول لك ناري ولدي غادي يموت العشاء، لا ابدا. فالطفل كيبدا ياكل الطعام مع والديه، صافي كيبدا ياكل، ما عجبوش ولكن كيبدا ياكل. يعني هنا كتولي تربيه، ما عندك اولا هذاك عجبه ولا ما عجبوش، اما هذاك الاكل راه جيد ليه، نعم فهمتي، وملي كيكون جيد ليه واخا يتقلق ما غيضروش، صافي. اما ما خصوش يتقلق ونعطيه حاجه مسمومه، لا، هنا خصهم يميزوا، الوالدين خصهم يميزوا، يتقلق على حاجه جيده واخا يبكي، ولكن ما نسكتوش بحاجه سامه، نقول له غير ما تبكيش هاك، ولا هذا، ولا اعطيني الفلوس نمشي نتقدى ولا شيء. عندنا هذه الظاهره هذه في الشمال مثلا، في تطوان وفي طنجه، عندنا هذه الظاهره هذه ديال الاكل برا، اصبحت الان حتى عند الكبار. علاش؟ لان من 4 سنين حتى 18 حتى 32 حتى 50 الانسان كيكبر مع واحد الحاجه كتبقى فيه. ما فهنا كاينين الناس اللي الزوجات ديالهم كيطيبوا في الدار، كيطبخوا مزيان وعندهم اكل جيد ونقي، يعني في الشماليين عندهم المطبخ ديالهم جيد، نعم. عندهم منتوجات جيده في المنطقه، عندهم اسماك دائما، عندهم كياكلوا قطاني، واخا يتغدى كيخرج ياكل برا، هذيك عاده ولات عنده عاده. يعني هذوك الابوكاديو ولا هذيك الاشياء اللي كياكلوا في الشمال، واخا يتغدى ولا يتعشى كيخرج خصو ياكل ها هكذا. وانا كانوا معايا اصدقاء تنقول لي انت تغديتي، تقول لك لا بغيت ناخذ شي حاجه، هنا كتولي حاله نفسيه، كتولي عاده. ولذلك التربيه، ركزت على التربيه، مهمه يعني جدا، لما تكون التغذيه داخله في التربيه. انا لا اظن ان يكون مشكل، يعني انا اطفالي الحمد لله ما كنتش مشدد معاهم، ما كانوا كياخذوا حلويات مره كياخذوا مشروبات، ولكن الان مقتنعين، لانهم فاتوا سن المراهقه، الان اصبحوا مقتنعين بهذه الاشياء، لان علي لان عرفوا بان هذه، علاش؟ لان كيشوفوا الاصدقاء ديالهم اشنو واقع اليوم، وكيشوفوا هما يعني الصحه ديالهم كي دايره. الى حد الان الحمد لله ما عمرهم خذوا علاج شهيد. علاش؟ لان كما قلت، وهذه القاعده اللي خاص الاباء والامهات، لان هذاك الطفل يبكي وياخذ حاجه ديال الدار،
نافع عليه نافع. حسن ما نسكتوه بحاجة مسمومة غير ما يكش ونعطيه الطفل غير شي بكي كان عطيوه مثلا وهذه السيدة جزاها الله خيرا أثارت هاد المشكلة دي ديال أعطيني ناكل في الزنقة ما عنديش الوقت أنا مساليش أنا داز علي الوقت أنا هذه أنا يرغم والديك ولا الطياب ديالك ما عجبنيش قاعد تقدر يقول لا تقدر يقول الطياب ديالك ما عجبنيش ما بغيتش ناكل هذاك الطياب ولا حيت واحد أصدقاء ديالو ثلاثة وأربعة كياكلوا عند واحد السيد ولا في واحد البلاصة خصو يمشي حتى هو يدير بحالهم هنا كيولي خطا يعني تقليد هذا وذكر نو ذكر فان الذكرى تنفع المؤمن هنا لازم الاب والام يهضروا غير يتكلموا بعدا غير يتكلموا يقول لك هذاك الشيء اللي كدير فيه لا هذاك الشيء راه ماشي هو هذاك يبقى كل نهار يقولها لي علاش لان مع طول الايام يؤثر الحبل في الحجر شوف لمشيتي للبير ملي كيجبدوا الناس الماء كتلقى هذاك الحجر ديال البير غير واحد الاثار نعم لان ديك القنبه ديال هذا كتمشي يعني كتبقى يجبدوا في الماء كيتقطع داك الحجر يعني مع طول الايام الله. يؤثر الحبل في الحجر لان الحجره هي اللي كتقطع الحبل ولكن مع طول الايام طبعا الحبل هو اللي كيقطع الحجره فهنا انا كنبغي هذه القاعده يعني الهضره تكلم مع الولد الصباح والعشيه لان واحد الوقت يعني وراه كيبرمج لكن واحد الوقت غادي ياخذ بهذيك المسائل هذه هي الطريقه الصائبه اللي كاينه حتى في شريعتنا الشريعه ما كنتشدوش مع الطفل ولكن كنعملوا ليه حدود ماشي هذاك الطفل نخليه سودا هكذا يعني يفعلوا ما يشاء لا عندنا حدود الشرع كيوجب علينا انه يكونوا حدود واخا هذاك الطفل يبكي ولا حاجه لا كاين حد ما خصوش يتعداه خصو يحترم مو خصو يحترم با خصو يدير هذه خصو يدير هذه من الاحترام لاب والام انه ياكل معهم انه يريح ياكل مع باهم مع الجماعه نعم اكيد خصو يتعلم هذه المسائل هذه كنظن يعني قليل أظن ان المشكل ممكن تفاداه غير ما الناس الى حيدوا هذا التحذير اللي كنسموه حنا بهذا المصطلح وليس عربي ولكن غير الناس يفهموا لان الغايه ديالنا هو باش يوصلوا المعلومات للناس ان خبطوا الناس يحيدوا هذه المشكله هذه ديال انهم يبقى يداخل على الدري ولا يبقى يمشي معاه في الرغبات ديالو ولا غير باش يسكتوا ولا غير حيت هو ما مساليش ولا حيت ما مساليش ليه ولا حاجه هذا خطا لي علاش لان انا بالعكس هي الاخطاء تعزى للاباء وليس للاطفال الاطفال ما عندهم حتى خطا الاباء هما كل شيء الاباء هما الاساس ولكن الاساس كيبدا من 3 سنين من فوق كيبدا صافي ما بقاش الرسول صلى الله عليه وسلم فرق 7 10 دار 7 سنين دار 10 سنين يعني هذا مروهم ل7 وضربوهم ل10 يعني هنا علاش لان تما كيبين لك الرسول صلى الله عليه وسلم مستويات ديال العقوبه ان 7 سنين ما يتضربش لان باقي ما عارفش واخا ضربوه ما عرفتش علاش ضربته ولكن 10 سنين بدا كيعرف علاش على الاقل خاطر بدا علاش ولكن ماشي ديك ضربوهم لا تعني هنا يعني انك غتسد العصا وتضرب ولا انما ضربوهم تعني هنا واحد اي حد اي عقوبه اي شيء المهم غير ما تخليش الطفل يخرج على داك الحد لان الا خرج نيفو الانف ديالو خرج على هذاك الحد صافي مابقاش ولدك ولا ولد الشارع يعني ولا مع الاخرين هي للاسف لو كان كلشي الاباء التزموا والامهات التزموا بهذا الطريق ما غاديش يكون عندنا يعني رفقاء سوء في الشارع ولا في الازقه لكن كيكون طفل ومعاه والعكس ان الاطفال اللي عندهم تربيه جيده اقل من الاطفال اللي عندهم تربيه سيئه وتربيه سيئه لا يعني على انهم يفعلون اشياء يعني خطيره لا ابدا ولكن من جمله هذه الاشياء ان ملي كتعيط على الولد وما يجيش هذا لا حول ولا قوه هذا سلوك يعني ملي كتهضر مع الولد وما يحضرش راسو ماشي تهضر معاه 5 مرات وتغوت وتضرب لا خص بمجرد ما تهضر معاه على حاجه خصو يديرها كيتعلم من صغره تيتعلم هذا الشيء لان والديه غيبغيو ليه غير الخير طبعا هنا طبعا وهذا المشكل الغذائي دخلته في التربيه وانا ركزت على المشكل التربوي لان الامراض والمصائب والتحصال في المدرسه والمساوئ وبالنسبه حتى للسلطه كيوليو اطفال مشاغبين كيوليو مواطنين مشاغبين من بعد كيوليو هذه فالمجتمع كيتضبط نعم التربيه هي اللي كتضبط المجتمع التربيه وطبعا نعلموهم الشرع نعلموهم يعرف الحلال والحرام ماشي عندك الحق ما عندكش الحق انتما يعني في الغرب كيقولوا تي يالو دراتينا بالو درو حنا لا حنا كنقولوا واش جائز واش يجوز او لا يجوز يعني امر شرعي كتدخل له الشريعه بطريقه اخرى دابا اغلب الاطفال هاد ماشي الاطفال هادو المراهقين تيقول لك ما عندكش الحق دير هادي ما عندكش الحق حنا ما عندناش في الشريعه كيقول يجوز او لا يجوز واش حلال واش حرام واش التصرف جائز ولا غير جائز نعلموهم حتى بلغتنا وبمصطلحاتنا وبطريقتنا نعم. يعني هذا فاظن ان هاد المشاكل ممكن تفاداوها يعني عندها انعكاسات صحيه خطيره انعكاسات صحيه ربما الطفل غادي تحبط غادي يخرج من المدرسه غادي يتناول المخدرات غادي يولي يعني غادي يولي مواطن غير صالح كيف ما كان الحال ولكن يعني لا كانت التربيه جيده وكان الطفل عنده تغذيه سليمه وعنده وسط سليم اظن اكيد اذا دكتور لو سمحتي غادي ناخذ اخر مكالمه في هذا اللقاء الو السلام عليكم
عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم. هذه فاطمة الزهراء من سيدي قاسم. اهلا فاطمة الزهراء من سيدي قاسم. الله يطيبك فيك. تنشكر مخرجة البرنامج التي تسهر على تسجيل البرنامج. نعم. والدكتور الحاج محمد الفايد. شكرا لك. بارك الله فيك. الله يسلمك. فسؤالي هذا كيف يمكن تحسين ذكاء الطفل في أوقات الامتحانات، فترة الامتحانات؟ نعم نعم نعم. وما هي التغذية الصحية لنمو دماغه؟ نعم. نعم جيد. شكرا. شكرا لك. جزاك الله خير. كنا تكلمنا على هذه المسائل هذه ولكن هذا لا يمنع أن نعم هي أثارت شيء آخر جزاها الله خير. أثارت واحد المشكل آخر هو أن أثناء الامتحان حتى عندنا في الجامعة طلبة عندي في الجامعة ملي كيشوفوا الامتحان كنلاحظ على أن خصوص البنات كيجيبوا معهم واحد قطعة شوكولات ولا كيجيبوا معهم شي بسكوي ولا كيجيبوا معهم شي حاجة بدريعة أن أثناء الامتحان غادي ياخذ واحد الكالوريات ولا طاقة ولا شي. بالعكس هذه من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون أثناء الامتحان جميع الأعمار حتى الطلبة اللي في الجامعة جميع الأعمار أن أثناء فترة الامتحان الاشياء اللي كثروا منها ملي كيكون يوجد الامتحان لان الامتحان ماشي غير يومين امتحان راه شهرين وثلاث شهور اثناء الفتره اللي كيكون يحضر فيها يوجد فيها الامتحان ديالو خاص الام ديالو تكثر له السمك والقطاني والفواكه الجافه وتزيد هذوك الحبوب اللي تكلمت عليها زريعه الكتان والزنجلان يمكن يديروا مثلا شكل اكله والزبيب والتين زبيب والشريحه والتمر واللوز والقرقع لما كانتش فيه الحساسيه ياخذ اللوز والقرقع كذلك. نعم. هادي ثم البيض البلدي مسلوق جيد، بيض بلدي مسلوق، السمك، القطاني، الفول، الحمص، المسائل هذه كلها، هذه كلها جيدة. ثم تكثر العصائر. نعم. خصو الفيتامين سي، الفيتامين سي هو جيد، هو ينشط الجهاز العصبي، خصو فيتامين سي وما كيجيش نعس، ما كيترخاش. صايب له جميع الفواكه فيهم فيتامين سي، ما كاينش مشكل. يعني الليمون، البرتقال هو أحسن، ولكن حتى الفواكه الأخرى، التفاح ولا الفواكه، إلا من الأحسن ما ياخذش الفراولة، الفريز. ياخذش الفرعلي الفريز ما كيكونش في اوقات الامتحانات لان الفريز كيكون دابا في شهر 4 من الاحسن ما ياكلش ما يكثرش من 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 الفراوله علاش لان غادا دير لي حساسيه داخليه غادا تكون الفراوله هي عندها الحساسيه مشتعله فهادي زاليرجي هذا من جهه اخرى ان ملي كيمشي الامتحان الصباح يفطر مزيان يفطر بالبيض بلدي مسلوق يفطر بالبصاره ديال القطاني يفطر بالخبز الشعير زيت الزيتون الشاي التمر الشريحه زبيه كل اللي بغا المهم يفطر فطور جيد ساعة قبل ما يبدأ الامتحان.